مرة جديدة إلى عالم السرعة وإلى ميدان دائما المنافسة كانت تكون فيه كثير عالية، إلى ميدان الجنادرية وتحديدا إلى الحفل الـ15. المشاركات كانت فيه متنوعة، الأشواط كانت عبارة عن 6 أشواط وست خيول وست ملاك متحمسين بفوز خيولهم، ولكن اللي تألق على كأس ودعم إدارة ميدان الجنادرية هو الجواد يا مسهل. بأجواء حماسية قوية بدأت أشواط سباقات الخيل بميدان الجنادرية للحفل الـ15 بدعم من مجلس إدارة الميدان. في الشوط الأول وعلى مسافة 1600 متر لإنتاج أفراس مفتوح 3 سنوات، استطاعت عشان ديما العائدة ملكيتها لأبناء سلطان مصلة الأزمع من خطف المركز الأول، وذهب لقب الشوط الثاني من هذا الحفل اللي مخصص لإنتاج حسن مفتوح الدرجات للـ3 سنوات وعلى مسافة 1600 متر لصالح الجواد الله ينصرك لأبناء سعد سعود بن ديبان وتدريبات غيث الغيث. الحمد لله هذا الجواد جدا ممتاز، صار يركض مسافات بعيدة. البداية كان مشاركاته على المسافات القريبة 1400 إلى 1200، كان حظوظه بالميزان. اليوم شارك على مسافة 1006، صراحة أبدع فيها ما شاء الله تبارك الله. أرضية ميدان الجنادرية أرضية ثقيلة، فمهارة لسه قدامها مستقبل طويل، تأثر عليها الأرض الثقيلة، فدائما بالنهاية السباق ما تلقينا بالاندفاع القوية يعني. ميدان الجنادرية من الميادين العريقة في المملكة ومن أقدم الميادين، وجميع الملاك يحرصون على حضور ميدان الجنادرية لأنه هو إنتاج، هو القلعة. الجوائز عندنا طبعا الجوائز ضعيفة يعني ما تشجع، لكن نجهز الخيل هناك ونجي لميدان الملك عبد العزيز، لأن الجوائز بسيطة ومكلفة على الملاك وعلى المدربين، لكن نجهز في الميادين المناطق ونجي لميدان الملك عبد العزيز. أما في الشوط الثالث فقد استطاع فخر الأجيال لهادي جبران الرشيد وتدريبات عبد الرحمن هادي من تحقيق الانتصار والفوز بلقب هذا الشوط البالغة مسافته 2000 متر، وقد كان هذا الشوط لمفتوح الدرجات مواليد 4 سنوات وأكثر. واستمرت المنافسات على أرض ميدان قلعة الإنتاج، فقد تنافست الخيول في الشوط الرابع والمخصص لأفراس لم تربح عمر 4 سنوات وأكثر، استطاعت روهانة لعبد الله الطخيم خطف اللقب اللي كان على مسافة 2000 متر. وقد كان المركز الأول من الشوط الخامس الذي خصص لمفتوح الدرجات عمر 4 سنوات وأكثر على مسافة 2000 متر على كأس ودعم مجلس إدارة ميدان الجنادرية لصالح الحصان يا مسهل لأبناء عبد الرحمن الحرابي. هذا أول كأس هاي، لكن الشوط العادية لا ما كم مرة كسبنا الحمد لله، لكن توفقنا السنة هذه بالكأس هذا. والله كان شوط سريع، وأنا قلت الحمد لله لما كنت عند 600 حرك حصان، والحمد لله طبق الخطة على ما عبقنا تقريبا ثالث مكسب له. فالعام كسبان سيارة بالسنتين، والسنة هذه كسبان عندي مرتين. بينما انطلق الشوط السادس والأخير من هذا الحفل على مسافة 2000 متر لصالح لم تربح 4 سنوات وأكثر، حيث كان اللقب من نصيب الحصان الحفار العائدة ملكيته لمتعب المتعب.